هو ليه اشهر داعية في العالم محكوم عليه بالاعدام؟ ذاكر عبد الكريم نايك، دكتور وجراح اتولد سنة 1965 في بومباي بالهند، وقرر يسيب مهنته في الطب ويتفرغ للدعوة الى الله، وكان تلميذ من تلامذة الداعية العملاق احمد ديدات، وقال ديدات عنه ان اللي عمله في 40 سنة عمله تلميذه ذاكر في 4 سنين بس، ويبدأ مسيرته الدعوية سنة 1991، واتشهر بقوة حفظه لجميع الكتب السماوية والهندوسية والبوذية، لدرجة انه في اي استشهاد ليه بيذكر رقم الصفحة والصورة والآية اللي بيستدل بيها، سواء كان في القرآن أو الحديث أو الكتب الدينية التانية، وهو الداعية اللي مفيش سؤال عجز عن الرد عليه في أي مناظرة وإقناعه للسائل وإدخاله الإسلام، وعدد اللي أسلموا على إيده لحد سنة 2021 بس أكتر من 1,000,000 شخص حول العالم. الأرقام دي سببت رعب لدول كتيرة جدا ومنعته من دخولها، واتهمته الهند بعدة اتهامات وحكمت عليه بالإعدام، وقدمت طلب للإنتربول علشان يتم إحضاره ومحاكمته، ولكن تم رفض الطلب لعدم وجود أي أدلة تثبت إدانته، فقامت طلبت من ماليزيا انها تسلمه، ولكن برضو رفضت الحكومة الماليزية انها تسلم ذاكر نايك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.